سلام البنات، كديري؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، بصحة جيدة، ونتمنى لفيديو ديال اليوم الى الاعجابكم. ولي عنده وليدات الله يخليهم ليها، ولي محرومة الله يرزقها بالذرية الصالحة يا ربي، ولي ما مزوجاش الله يجيب ليها ولد الناس اللي تعيش معاه احسن حياة. كيف كتشوفوا يا البنات اليوم نقدم معكم واحد المسمن او رغيف، كل واحد وكيفاش كيسميه، اللي تعجب فخفخ بحال الشهد وزوين وساهل، واي واحد كيديرو غير شوفوا الطريقه وغادي نتعرفوا كل شيء. البنات كيف كتشوفوا كنكور كل شيء وتنحطه حدايا كما كتشوفوا في الصوره. والله البنات غير جربوه. بالنسبة أنا العجينة عجنتها البارح في الليل، غير خلطتها البنات ودرتها في الميكا وحطيتها. ديروها في الميكا ولا ديروها في الكوكوط وخليوها حتى الصباح لي كتصبح مدلوكة الراسة. ايه بصافي، كيف كتشوفوا أنا خديت واحد زلافة درت فيها شوية الفينو ونسخمارة ديال الحلوة، وزلافة الأخرى درت فيها حساب جوج معالق ديال الزبدة دايبة، وش الأخر كله زيت، ما تنقوي الزبدة بزاف. وكناخد جوج كريسات كنسرحهم مزيان كيف كتشوفوا، كندهنها بالزبده وكنزيد الرشه بالدقيق، وكنهز الكره الاولى كنحطها فوق منها. كلشي واضح البنات. هذا المسمن هذا البنات كيجي خفيف وتيجي من الداخل بحال الشهد وتيجي محمر. بالنسبه للمبتدئات الطريقه سهله، غير جربوها البنات وردوا عليا. والبنات يمكن لكم ديروا صغير، انا هنا نط شويه معطله وبغيت نزرب بالفطور وكبرته شويه درته كبير. بالنسبه نتوما ديروا غير صغير. كيف كيف كتشوفوا كيجي كرطاب في يدك، كيجي فخفخ. وغنمشي على هاد الطريقه هذه البنات. كيف كتشوفوا تنكور كنسرح الكويره الاولى كنرشها بالدقيق والزبدة، وكنسرح الثانية وكنديرها فوق منها، وكنسرح كل شيء مزيان كنبسطو. طريقة سهلة البنات، وما كيجيش مضغ، تيجي خفيف وتيجي محمر وما تقنعيش منه. كل شيء واضح البنات في الصورة. غنمشي على هاد الشكل هذا حتى نسالي الكوارات اللي عندي كل شيء. خليكم على الفيديو حتى الاخر.
فوق هاد لاباط هادي، كنسرحها على هاد الشكل هذا او كنعمرها بكريم باتيسري ولا شوكولات ولا كوفيتير مع الزبيب، اي حاجه عندكم البنات كديروها في الحشوه. انا وليداتي كيبغوا ليا كريم باتيسري وشوكولات، هادشي اللي كندير ليهم، مره بالكريم مره بالشوكولات. البنات حاولوا الكريم باتيسري يكون بارد، انا حاولت هنا درتو سخون علاش ما كانش عندي الوقت، بحال تلقيا العجينه شويه ماشي مشكل، بيرتو ما حاولوا يكون بارد. ايوا كنلبوها بشويه بشويه على هذا الشكل هذا، كنمشيو معها غير بشويه البنات، بحال العجينه عندي ترخفات شويه مع كريم سخون كيف قلت لكم، كنلبوها على هذا الشكل هذا حتى نساليوها. كيف كتشوفوا البنات كتجي زوينه وخفيفه وفيها داك الكريم من الداخل، الوليدات كيحماقوا عليها، انا شخصيا ولادي تيحماقوا عليها. وبالزربات توجد الفطور ولا الكوطي هكا لا مستمد ديري، بالزربات توجد احسن من داك اللي كنشريو في الباكيات. ايوا غنمشي بهذا الشكل هذا هكا، كنقطعها كل نمشي معها بشويه بشويه حتى تقطع. بعد ما ساليتها من التقطع البنات، خديت بيضه طربتها مزيان على هذا الشكل هذا ودهنتها. انا البنات غنخليها هكا سامبل، وليداتي ما تيبغيو حتى حاجه فوق منها، انتوما يمكن لكم ديروا حبه سوداء ديروا الجنجلان ولا خليوها هكا سامبل حتى طيب، وديروا فوق منها كاوكاو مهرمش ولا لوز مهرمش اي حاجه عندكم، كتجي زوينه في الديكور. ايوا غنمشي معاها هكا حتى نساليها كلها بالديل البيض، وغنشوفوا الشكل النهائي ديالها، كتجي هائله البنات وكتجي فخفخه. هي بعد ما طابت لينا هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي خفيفه كتجي بحال الشنيك وفيها كريم باتيسري من الداخل في المذاق ديال الحامض، كتجي هائله البنات. وهذا هو الفطور ديالنا، بالصحه والراحه الى فيديو قادم ان شاء الله.